محافظة أسيوط لمتابعة اعتصام عدد من معارضي الرئيس محمد مرسي. اليوم ربما معظم الشارع الأسيوطي هناك حالة هدوء، ولكن حالة هدوء مصحوبة بغضب شعبي عارم على الضحايا الذين سقطوا ليلة أمس في مظاهرات 30 من يونيو، وهم يعني بالضبط أسماء الذين يعني سقطوا شهداء بالأمس هم محمد ناصف ومحمد أحمد عبد الحميد وأبانوب عادل. يعني الآن في مناطق مختلفة من مراكز أسيوط يتم تشييع جثامين الضحايا الذين سقطوا في مظاهرات الأمس عندما حدث اشتباك ما بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي. أيضا يعني ديوان عام المحافظة مغلق الآن تماما، وهناك عدد من رجال الشرطة أمام البوابة الرئيسية لديوان عام المحافظة، ولكن يعني الديوان مغلق، المعتصمين عددهم ربما قليل الآن. هناك من يقول أن عدد المعتصمين سيتزايد مع مرور الوقت مع انخفاض درجة الحرارة وانضمام أهالي الضحايا الذين سقطوا بالأمس إلى المعتصمين هنا أمام محافظة أسيوط. معي الآن عدد من المعتصمين ومعارضي الرئيس محمد مرسي. يا ريت يعني أنت يعني شافك حامل مجموعة من الفوارغ، فوارغ الطلقات النارية، عبارة عن إيه دي طيب؟ دي عبارة عن طلقات نارية من آلي وخرطوش بأنواع مختلفة اتضربت علينا وإحنا واقفين هنا في الاعتصام، فإحنا كنا في اعتصام سلمي بس هم جم ضربوا علينا وموتوا بعض الناس، وفي من سن ال 14 لحد ال 22 سنة، وصابوا برضه من الناس الشرطة برضه صابوا نقيب، ولحد دلوقتي هو تعبان في المستشفى. مين اللي ضرب عليكم يعني؟ هل تتهم جهة معينة هي اللي جماعة الإخوان المسلمين؟ المسلمين جماعة الإخوان المسلمية. يعني هو كده يعني مثلا بشكل مباشر ليكم موجودين قدام المحافظة معتصمين ومشاركين في المظاهرات فأطلقهم عليكم النيران، ولا أنتم قمتم مثلا بتصرفات معينة فهم قاموا بهذا العمل؟ ماشي، احنا من امبارح من الساعة 3 العصر امبارح هم حوالين بالموتوسيكلات عمال يلف حوالينا لحد ما جينا استقرينا هنا عويتي، وضربوا علينا مرة واحدة كده من العماير ونزلوا تحت ضربوا علينا وصابوا واحد، صابوا ثلاثة وغير المصابين، ماتوا ثلاثة وغير المصابين. نستطلع رأي آخر واحد من شهود العيان الذين كان موجود، أنت مصاب يعني أحد المصابين في مظاهرات الأمس، يعني إيه يعني كيف حدثت الإصابة بتاعتك بالظبط؟ أقول لك على حاجة، إحنا كنا معتصمين عند عاملين المظاهرة عند العصير التركي، وجايين من عند العصير التركي وكلنا هم بيلفوا ورانا بالموتوسيكلات، جينا لما هنا إحنا عددنا كان أكتر من 40 50 ألف، فالمكان هنا وأنت ما يشيلش 40 50 ألف، فطبعا لازم بتبقى حوالين دقايق، فجيت ناس طلعت من فوق العمار ضربت بالآلي وضربوا الخرطوش من تحت، وابتدى لحد الساعة 3 بالليل ضرب نار والشرطة تشهد بكده بس، وانا شايف هناك كانوا يطلقون قنابل الدموع يدوية من فوق اسطح المباني، وكانوا متجمعين فوق اسطح المباني ومعهم الرشاشات بنادق آلي، وكان بيضربوا علينا المتظاهرين، وكانوا يركبونا الدراجات النارية ضربوا علينا هنا، وكان بيلفوا حوالينا كده بالليل. واحنا هنا معتصمين لحد اسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي ورحيل محافظ اسيوط، معتصمين باذن الله، وهنجيب حق الشهداء باذن الله، مش ماشيين من هنا غير لما نجيب حق الشهداء اللي راحوا طلعوا ضهرهم. يعني على من يعني من تحمل المسؤوليه في مواقع بالامس من يعني اعمال عنف وسقوط عدد من الضحايا هنا في اسيوط؟ والله ان كنا بكل هم كانوا واقفين موتوسيكلات عارفين هم الاخوان، ومرتبين هم اللي اترموا، هم مرتبين كل حاجه، ما ضربوش غير بالليل غير ما ضربوا علينا بالليل، هم اخوان، هم معروفين اخوان، وناس كثيره ناس كثيره شافتهم، هم الاخوان مش غيرهم. بعد سقوط يعني هذا العدد من الضحايا بالامس اسيوط تقريبا يعني هي تقريبا في مقدمه المتضررين من مظاهرات 30 من يونيو، يعني اكبر عدد من الضحايا والشهداء سقط في اسيوط، يعني بماذا تطالبون الان؟ كيف يمكن الخروج من الازمه الراهنه ويعني يتم حقن الدماء في الشارع المصري؟ سبب المشكله كلها دي اولا عاوزين ايه؟ حق الناس اللي وجدت كل الناس دي اللي بتتجمع كل دي ليها مطالب، المطالب دي لغايه وقتنا هذا ما حدش شاف مطالبها، الصور واخد بالك ليه مطالب، واخد بالك الشهداء الناس بتعرفها واخد بالك ماتوا، واخد بالك الضباط اللي اتخطفوا ما حدش عارف مخرهم ايه موقفهم، كل الزبده كلها دي للساده كل الناس ايه جامد المظاهرات دي كلها دي،
وبعدين المصيره بتاعت امبارح دي كاس الميه من جوه البلد لاخر البلد هنا وفجأة عند المحافظه هنا. واسع باب واسع. خلي حركه المباشر. وفجأة امبارح. تفضلوا يا شباب تفضلوا. فجأة امبارح خد بالك المصيره السلميه كل حاجه. فارفع كل اسيوط من اول يسر راغب لغايه الميدوب للمحطه لكل حته لغايه هنا. فجأة بالموقف ياخد بال ستك الناس فتحت فجأة. ناس واخد بال ستك تبع الشعب. الحل ايه؟ الحل ايه؟ يعني ازاي يعني نعيد الهدوء والاستقرار الى الشارع في اسيوط والشارع في مصر بشكل عام؟ اولا كان قبل كده بيومين واخد ستك كان اسمه عاصم دوه امير الجمعيه الاسلاميه كان عامل لقاء مع اخوان المسلمين واخد ستك والجمعيه الاسلاميه والجامعه تحريض على الثانيه عرف ان اسيوط واخد بالك بلد مسالمه مش عارف تتابع مظاهرات ولا حاجه وفجاه بالموقف بتاع امبارح. اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام حتى يسقط النظام. انت يا حاج يعني هل في مطالب محدده يعني مطلوبه دلوقتي حتى يعني تهدأوا وينتهي هذا الاعتصام؟ رحيل النظام رحيل النظام مطلوب رحيل النظام. طب يعني ايه اللي خلاكم انت مش لاي احزاب بس مطالب محمد مرسي بالرحيل ما دام بكفاء دم يرحل. انا من بني مره من محافظه اسيوط انا مطالبه بالرحيل بلد جمال عبد الناصر مطالبينه بالرحيل هو مش احسن من جمال عبد الناصر اللي دخلهم السجون مطلوب يخش السجون تاني ضرب طلعوا بعد مجلس الشعب المحلي وضرب الناس بالرصاص. يعني هل انتم يعني عارفين ملامح الناس اللي اطلقت النار ولا ده بقى اخوان طلعوا اخوان بتجون اخوان بتجون راكبين موتوسيكلات ببنادق آلي ببنادق آلي راكبين موتوسيكلات ببنادق آلي بيلفوا في الشوارع مش مخلين حد واقف في المكان بيهددونا ليه طيب؟ احنا في شيكاغو مش في مصر. ده لو عنده احساس وشاف الدم ده ينزل من نفسه يتنحى. حرام اللي بيحصل في مصر ده والله والله حرام. حضرتك يعني دلوقتي اديك شايف حاله الغضب الموجوده في الشارع المصري وحاله الاحتقان بسبب الضحايا الذين يسقطون. يعني هل انت شايف مخرج للازمه الحاليه غير مثلا هل هناك من طرح تقدم مبادرات باقاله الحكومه وتشكيل حكومه جديده برئاسه وزير الدفاع تشرف على الانتخابات البرلمانيه كمخرج من الازمه؟ هل من وجهه نظرك ده مخرج ولا خلاص يعني ما فيش مجال لمثل هذه الحلول؟ هو المفروض المخرج الوحيد في هذه الأزمة إن الرئيس مرسي يطلع يخاطب الشعب يوجد حلول يرضى عنها المجتمع يرضى عنها المتظاهرين. يعني بماذا يخاطب الشعب؟ يعني إيه الحاجات اللي ممكن يقولها لهم ويهديهم؟ هو حاليا الأزمة تفاقمت حاليا والدم هيكتر إن لم يطلع الدكتور مرسي ويخرج عن عناده لأن عناده ده بيسبب دم كتير والازمه هتزيد. المفروض يخاطب المجتمع ويشوف الطلبات ويشوف طلبات المتظاهرين طلبات المجتمع ويتنازل ويحل لانه المفروض يتنازل عن بعض الامور ويشوف طلباتهم ويحل المشاكل. لا لا لكن الوضع ده ما ينفعش. الوضع البلد طب ايه يعني ايه الاسباب اللي دفعتك يعني عشان تبقى غضبان من الرئيس مرسي وتطالبه بالرحيل في الوقت الراهن؟ انا امبارح كنت في المظاهرات الاخوان معهم اشوله خرطوش وآلي وبرتات وسنج ومطاو وميه نار بعنيه دي اللي هياكلها التراب بعنيه خرطوش ومسكوا عربيه مرسيدس مليانه اربع بنادق آلي وخرطوش. طب ازاي يعني من وجهه نظرك ازاي يعني نحقن الدماء يعني في الشارع المصري والشارع الاسيوطي بشكل بشكل خاص؟ حقن الدماء يكون باستجابه رئيس الجمهوريه لمطالب الشعب. اما حكايه تغيير حكومه نائب عام وكلام فاضي ده كلام ولا ده كلام ولا ولا من زمان كان الكلام ده من شهر 11 اللي فات. غير حكومه يا عم يقول لك اصله شهرين وهنعمل مجلس شعب. عدى 8 شهور ولا عملنا مجلس شعب ولا غيره لكن مستني ايه؟ مستني قرار المرشد. ماشي انما احنا هو كنا كانوا هم بيقولوا احنا مرشدنا بديع احنا بنقول له الازهر صد منيع. الازهر والكنيسه هم المرشدين لينا. الازهر المسلمين والكنيسه المسيحيين هم المسلمين مش 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 المرشد مش المرشد. مرشد مين الجاهل؟ تسالني انا تسالني انا نازل ليه؟ اقول لك نازل لثلاث اسباب لو الرئيس مرسي شايف فيهم ما فيش سبب فيهم يستاهل انا مستعد اروح وادعو الناس كلها تروح بيوتها.
ماشي. اول سبب اني ازهري، قضيت 20 سنه في الازهر، لما يجي نحاح زي دول ويتطاول على شيخ الازهر ورموز الازهر اللي علموا الوسطيه سواء لمصر ولا الوطن ولا العالم العربي والاسلامي. الازهر اللي ظل مناره مانعه، الازهر اللي حمى مصر، اللي حمى مصر من المذهب الشيعي رغم ان هو انشئ عشان خاطر انتشار المذهب الشيعي على يد الفاطميين. ادي سبب. السبب الثاني المعلمين المتعاقدين اللي قضينا 15 سنه في التربيه والتعليم و10 سنين مدرسين بالحصه، وجاي يحيى كشكي بعد كده عايز يغير العقد بسلامته ويعمل عقد من جديد ويضيع عليك المده اللي فاتت. ده لمصلحه مين؟ السبب الثالث، السبب الثالث شخصي وشبه شخصي. ازاي؟ انا راجل صاحب حديقه، معي مستاجر حديقه من حديقه هنا هو، وياما تظاهرت حديقه من المحافظه، ماجر، عايز ياخد الحديقه يعملها معرض لرجل اعمال معروف ومشهور عنه بياخد المعارض، ها؟ ويشرد 20 اسره، 20 اسره، عايز يشردهم باولادهم بكله عشان ياخدها يعملها معرض، يا عم ده جنينه متنفس للناس. يعني ايه رايك دلوقتي يعني تقول لي يا استاذنا الطرف الاخر بيقول انه لو الرئيس مرسي رحل بهذه الطريقه فده هيقوض شرعيه اي رئيس مقبل. قول الكلمتين بتوع حسني مبارك، ما حسني مبارك قال لي انا يا الفوضى، هم الكلمه. بص يا استاذ، دول شربوا وتعلموا على يد الحزب الوطني، نظام اداري حزب وطني في عهد الاخوان، افكار نفس الموضوع، حتى تسلسل الاحداث، تسلسل الاحداث من قبل 30 يونيو نفس تسلسل الاحداث في 25 يناير. بس هم دول زي ما بيقولوا زي ما قالوا كده. الحل الامتصاص غضب الشعب. حل سيادتك يطلع الرئيس مرسي كلمتين انتخابات انتخابات مقدمه وشكرا على كده، يريح الشعب ده كله. لكن هل يطلع على الفوق يضرب على الناس؟ السلاح اهو مضروب في المحافظه. آلي، هل الناس اللي جت امبارح معاها آلي؟ الشباشب بتاعت الاطفال دي اللي اتلجحت، هل ده يجوز؟ هل يجوز ان يعملوا كده في الشعب؟ شعب اسيوط كله ساكت كده، حرام. يسقط حكم المرشد، يسقط حكم المرشد. يعني من وجهه نظرك يعني كمتابع للاحداث في اسيوط، يعني كيف يمكن تهدئه هؤلاء؟ تعداد هؤلاء المتظاهرين السلميين الذي تعدى عليهم جماعة الإخوان المسلمين بالأسلحة النارية من قبل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، ونحمل المسؤولية لعاصم عمي عبد الماجد بعد زيارته الأخيرة لأسيوط. هو الذي حدث بعد الزيارة احتقان شديد وتم الاعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين برحيل النظام. فالحلول طب ما يطرح حاليا من مبادرات يعني برحيل الحكومه او تشكيل حكومه جديده او اقاله النائب العام، هل ده حل يهدئ الشارع؟ الحل الوحيد للمشكله رحيل المرسي والنظام، وذلك بعد سقوط شهداء ودم، فلا بد من رحيل النظام كما رحل السابق، فلا بد من رحيله، ونحمل المسؤوليه في اسيوط لمرسي وعاصم عبد الماجد. عاصم عبد الماجد بعد زيارته لأسيوط الأخيرة هو حدث احتقان بعد ذلك، وتم تسليط الجماعات الإسلامية. يا أستاذ المطلوب دلوقتي اللي مطلوب يسقط حكم المرشد. احنا محمد مرسي مش رئيسنا، محمد مرسي مش رئيسنا، ده ظلم. ضرب علينا نار بالعمارة دي في الليل، ضرب على نار. احنا واقفين سلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس طلع في الجزيره بتاعت الحريه، احنا طلعوا امبارح الاربع كلمات من الاخوان. احنا موجودين دلوقتي عشان نوضح الصوره. احنا جايين نوضح الصوره. قال اللي ماتوا من الاخوان، اللي ماتوا مش من الاخوان، اللي ماتوا من الشباب اللي كانوا في كانوا هنا. النار بيتضرب علينا، احنا وطينا كلنا. انا كنت واقف هنا، كنت واقف هنا بالظبط، كنت واقف هنا بالظبط، والنار بيتضرب علينا من فوق. لقينا ناس بتطير ومعانا ناس بالاسعاف، اللي يقول لك بيتضرب عليهم، النار بيتضرب علينا احنا، النار بيتضرب على الناس، منهم هم الجماعات الاسلاميه من الظهر بيلفوا موتوسيكلات ويقولوا ان ايوه الجماعات الاسلاميه والاخوان بيلفوا موتوسيكلات وبيخوفوا الناس وبيقولوا احنا معانا سلاح وهننزل هنسفكم. وهو عاصم عم ماجد من ثلاث اربع ايام جاء هنا في اسيوط وقال هنسحقهم، قال 100,000 واحد هينزلوا في اسيوط هنسحقهم. يعني ايه يعني هيسحقهم؟ يورينا الناس اللي هتورينا، هذه ناس قاعده. يعني رايك فيما يجري حاليا في اسيوط وبمصر بشكل عام؟ هو ما يجري حاليا ان الناس بتبلطج على الناس، بس ادي اللي احنا فيه. هم اساسا ثانيه واحده، اول قبل ما نبدا امبارح، قبل ما نبدا احنا ثانيه واحده، واحنا ماشيين امبارح، واحنا ماشيين امبارح قدام
قدام المحافظة. واحنا ماشيين اساسا كنا واصلين في شارع الجمهورية. كنا ماشيين في شارع الجمهورية وسمعنا ان هم واقفين هنا عند المحافظة، بس جينا ما لقيناش حد اساسا. واحنا قاعدين كانت الناس هنا مليانة ونضرب النار اشتغل. بس يعني هكذا يعني بدأ الوضع هنا في الشارع لصد حالة غضب كبيرة جراء ما جرى بالأمس من سقوط ضحايا هنا في أسيوط. وأترككم مع هذه الصور التي تأتي مباشرة من أمام الديوان العام لمحافظة أسيوط، حيث يواصل معارضي الرئيس محمد مرسي الاعتصام من أجل المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي.